تندفع على بركة الله. سادس أشواط جوائز صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير. شوط المهور انطلاقة سريعة تبدأ، نشاهد هنا مع اليعلول يبدأ ابن طياب بقيادة يوسف الحصين يحاول الانطلاق، فيما نشاهد الدحاح يحاول اللحاق في ثاني المراكز مع إيدي كاسترو والمحاولات في المركز الثالث للتقدم. نشاهد التقدم على ما يبدو من كفيت يحاول التقدم في ثالث المراكز، والانطلاقة لا زالت حتى الآن مع صاحب الانطلاقة اليعلول يتقدم إلى المركز الأول، يحاول الهروب والابتعاد فيما الدحاح يحاول اللحاق في ثاني المراكز مع دي كاسترو والمحاولات لكفيت ثالث المراكز يحاول التقدم. المنعطف الأخير 400 متر الأخيرة نشاهد هنا متلاحم يبحث عن طريق يحاول الدخول، واليعلول يذهب للمركز الأول ينطلق للصدارة، محاولات من المتلاحم للدخول على اليعلول الذي ينطلق، فيما الدحاح يحاول الدحاح في مازق، من سيأتي؟ الاحتياطي بطران إلى خط النهاية بقيادة علي الميموني، يظفر بنتيجة الشوط